يا حدم انا ابعت اشرف يجرذر الواد فزع من قفاه ويجيبه هنا ونخلص كل حاجه وجزر وقطمها جحش اللي تشوفه صح يا كبير اعمله زين خذ البطيخه يمه يا جماعه استهدوا بالله دي ساعه شيطان استهدي بالله يا حماتي وفكري زين هتلاقيه جاي راكع يطلب منك السماح تفزعه والطيب انا خبره زين خبره منين انت مش خبره ولا حاجه لا هو مش كده فزع عليه وش ثاني وش الشيطان انا خابره زين شفته من كم يوم بيكلم واحد صاحبه في التليفون قال له الوه انت خابر انا ليه اتجوزت سمنته انا اتجوزتها عشان اخذ منها الجنسيه الامريكانيه خذ البطيخه يمه استنى بس يا كبير هدية معاها حق انا هستنى لما يرجع يشرح لي هو عمل كده ليه ايه خلاص من 10 قوم 40 يوم بقيت كيف وما عندكيش كرامه خذ البطيخه يمه يا كبير فوتها لحالها الست برضك ملهاش غير بيتها وجوزها وبعدين مش يمكن تجيب له الولد يا رب انا نفسي اجيب له الولد اللي نفسه فيه ما تعرفيش يا هدية انا بحب فزع قد ايه قد ايه انت عقله وكلامك ريحني ربنا يخليكي ليا بحاجه لله يا حماتي ربنا يديم المعروف عقله بسم الله ما شاء الله هدية بقول لك ايه عاوزك فوق دقيقتين استنى بس يا كبير اقعد مع الحجه هديه هديه اكتر من كده اكتر من كده خلاص بقيت معاها احسن من الاول خد البطيخه يا امه خد البطيخ انا طالع عن اذنك يا حماتي هبابة ورجع لك ربنا يهدي سرك في ايه يا كبير حاجتي اللي كنت عاوزني فيها عجبتيني يا بنت وانت بتعقل امي طول الطريق واحنا طالعين على السلم عم اشوفك واقول لنفسي يا بختك يا بختك يا دي يا كبير متجوز حمامة سلام عارف يا بنت ناقصك غصن الزيتون تتلفيه في خشمك امال ايه يا كبير مش لازم المية ترجع لمجاريها وبعدين اخوك الصغير ده لما ياجي مش لازم يتربى بين ابوه وامه ايوه طبعا لازم يتربى بين ابوه وامه واخوه اخوه كبير طب بتفك المركوب ليه؟ بتفك المركوب ليه؟ عشان احشيه فرشة يا بنت فرشة بقي يا بنت ساعة ونص عمرغي مع الولية وخلاص بقي دقيقة وحجيب الواد يطلق وجيتي فشكلتي كل حاجة وانت تتحنجليني كيف غراب البين ورجعتيها للفرنسا الحق علي يا كبير اني عاوز اصلح بيناتهم ده بدل ما تشكرني ايوه صح انا لازم اشكرك اشكرك بروسيه اسمع بس يا كبير كل مشكله ولها حل باذن الله ما انت قندلتيه اسمعني هقول لك ايه مش فزاع قال لامك انه هيطلقها لو جابت البت احنا نخليها تجيب البت ايوه اول ما تولد نخطف الواد ونرموه في الترعه واجيب بنت من الملجأ وابدل الاولاد صح حلو ايه فيلم الخطايا لما تحكيه ده انا ما قصديش كده انا قصدي وصفات طبيعيه ايه يعني اصلا امي قالت لي زمان ان عشان الست تجيب البت لازم تنام على جنبها شمال اطول فتره ممكنه ودي اعملها كيف دي احشر نفسي وسطيهم هي وفزاع وانما احنا ثلاثه جنب بعضينا كيف هاني ولا لما تنقلب يمين عدله ولا ازنقها بطوبه بلاش دي في حاجات تانيه بس لازم يبقوا مع بعضيهم قول يا دكتور هما قطب قدام يا رجاله شكرا يا كبير اولا لازم الست تتعرض لدرجه حراره عاليه مع شرب الشاي كثير مع قلب اليوم يعني الحفاظ على الاستيقاظ ليلا والنوم نهارا ايه الهجايه صرح ما تقولي هدي مين اللي هجس عليك وقال لك الكلام ده بنت امي اللي قالت لك ده تخرف عليك تقول لك اي حاجه اهدى تصدقي انت امك خلفتها كلها بنات شفت يا كبير ده عنصر الخبره ايوه يعني اول حاجه نقعد الوليه في مكان حار صح وتاني حاجه ايه تشرب شاي كتير كشري ولا فتله الشاي بكل انواعه وتالت حاجه نقلب الليل نهار والنهار ليل صح كده ماشي هدية يا هدية هدية هدية
يا كبير؟ ايه اللي انت عامله في البيت ده؟ ايه الدفايات دي كلها؟ اقعد اقعد، تعالي يا امه تعالي. اصلا صحيت من النوم لقيت نفسي مزفزف وجسمي مترتس. يعني ايه؟ مترتس يعني فيه رجفه كده، يعني مقنقف. Even though it's a risk and I don't know what's on the other side, I'm gonna make a bet on myself. I guess I'm kind of looking at this as a sort of rebirth opportunity. I just quit my job and flew to Scotland with no money or plans or friends. This is day one of me exercising every day. I've really gone and done it now. It's a bona farm. Turned in my 2-week notice. I just took the leap. Yeah, I'm really liking how my hair's been going. I feel like we're on the verge of a renaissance. They say to do what you love, and I love to dance. Oh my God! I'm proud of you! I can't imagine a more beautiful thing. Having any fun yet? Carnival is back. Rio is back. This is dedicated to the disabled community. This is our moment. I wanted other women and other people of color to know it is possible. وبالصدفة فتحت التلفزيون لقيتهم بيتكلموا عن فيروس انفلونزا الخنازير، وقال لك أحسن طريقة للقضاء عليه إنك تفتح دفايات. بلاش كلام فارغ، أنت عارف النهاردة قالوا درجة الحرارة هتوصل في الدلي كام؟ 42. رضا، الحمد لله. أنت خبر درجة الحرارة في الدول العربية المجاورة تبدأ من كام؟ 75 وأنت طالع لفوق. تابع معي الفيلم ده جميل، اسمه تايتانيك، بيحكي عن فلوكة غرقت عشان النجاسة. طب نفتح الشباك شوية، أنا حفتس من الحر يجيب شوية هواء. بقول لك إيه، أنا أصب لك شوية شاي سخنين يضبط مزاجك. بقولك هرانة تقولي شاي سخن؟ ما هو أنا شفت برنامج ياباني بيقول لك لما تشرب شاي سخن وينزل في المعدة يعادل درجة الحرارة برا، فيجيب طراوة. لا أنا حرانة، أنا عايز أشرب حاجة ساقعة. في ايه ده؟ ايس تي، شاي مثلج. قريت في مجله برازيليه بيقول لك لما تشرب منيه بينزل ساقع في المعده يعادل درجه الحراره بره فيجيب طراوه. خلاص يا كبير، سديت نفسي، مش عايز اشرب حاجه. طب بقول لك ايه، اجيب لي حاجه تاكليها. ايه في ايه؟ في حاجه حلوه. الله، في حاجه حلوه ايه؟ كيكه الشاي. بقول لك ايه، نص ساعه الدفايات دي كلها هتكون مقفوله والتكييف يتفتح وما اسمعش سيرة كلمة شاي تيجي في البيت ده، أنت فاهم؟ اقعدي بس يما، يما! كيكة الشاي دي لما بتاكليها على معدة خاوي بتعادل درجة الحرارة برا، بتجيب فراوة. هي نطة كمان يا أشرف، والدوار هيوقع فوق نفوخنا وهي نطة يا كبير. أيوة يا حدي. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بتعملوه ده؟ أنت عارف الساعة كام؟ 4:30 الفجر، لسه بدري. وحد بيعمل الهبل ده الساعة 4:30 الصبح؟ إيه مش هبل؟ ده إحنا بنحتفلوا بالبيرث داي بتاع شروق.
وأشروف ما عندوش بيت يحتفل فيه في البيرثداي بتاعه. لا عنده كهف ساكن فيه، بس أنا معودة على جديد. أنت عارفة